تعتقد الرجل من الرجل الذي يستطيع من الرجل اللي ممكن ينقذ الفريق من الناحيه الاداريه تجد انه راح يكون بديل جيد لكابتن حسين عبد الغني؟ اي شخص لديه خبره في هذا المجال حتى لو كان من خارج البيت النصراوي، في نهايه الامر هذا المقاعد اكثر شيء تسويه الانديه ظلما في حالها انها تتقوقع على بعض الاسماء اللي تخصها. طيب لا يا اخي، يعني سامي الجابر، سامي الجابر ممكن يعني سامي الجابر ممكن كاداري؟ والله سامي طرزان مدرب واداري ورئيس نادي ومحلل وكذا، طرزان بس للامانه يعني يمكن ينفع في نادي الهلال افضل يعني. طيب اوكي، لانك انت قلت لي يعني بعد احترامنا وتقديرنا للكابتن يعني سامي الوحيد في الوسط الوحيد انت تبغى تستفزني فخلني استفزك، طالما لانه هذا الاستفزاز انا ما احبه، فطالما فتحت موضوع سامي الجابر هو الوحيد طرزان في الوسط الرياضي اللي ادى كل الادوار وفشل فيها. لا ما يعني هذا تقييم عاد شخصي لك، يمكن في ناس يرون عكس اللي تشوفه. طيب بلاش سامي الجابر، في ناس يقولون فؤاد انور. ها ونعم ابو خالد، ولكن ايضا ابو خالد ليس لديه الخبره الاداريه، انا اتحدث عن خبره اداريه. كونك لاعب سابق هذا لا يعتبر بالنسبه لي مقياس ان تمسك هذا المنصب. طيب اعجل مين يعني؟ مين لازم يكون في اسم على الاقل يتردد، ما يصير احنا نطالب برحيل شخص دون ان يكون لدينا على الاقل تصور مبدئي لاسم بديل. الاسماء كثيره ابو بدر، هات واحد يا اخي، هات واحد بس، واحد ابغى واحد. ماني صعب، انا ماني صاحب الاختصاص، انا ماني صاحب الاختصاص يا ابو بدر، انا في نهايه الامر ماني رئيس النادي، لكن لو طلب مني. طيب احنا يا اخي طيب يا اخي في المنتخب نرشح مدراء ونرشح مدربين ونعطي راي، مش ملزوم المسؤول يمشي على كلامنا، بس احنا نعبر عن راينا ونقدم اقتراحات. اكيد عندك اقتراحات يعني؟ اقتراحاتي احتفظ فيها لرئيس نادي النصر اذا سالني. ايش رايك بالكلام ده؟ عجب.